تكت عارف فيها ايش. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم شباب، معكم زيد اوسر بي اس بي سي، اخباركم ان شاء الله بخير. اليوم جانا لكم فيديو جديد من سلسله العاب الرعب. اليوم معنا لعبه بيتزا دليفري، موصل بيتزا. اللعبه ببساطه انه واحد بيجي يوصل بيتزا لبيته، ببلش اشياء الرعب. فصراحه لحد الان ما جربتها. خلينا نكتب اس بي اي ونحكي بسم الله. It's late, you have reached the last house on the delivery list. Deliver this pizza quickly and return home. نوصل اخر بيتزا بقائمة البيتزا ونروح البيت بسرعة. في تحذير كمان يا حبيبي، فوق سن 15، واذا معك امراض في القلب ما تلعب اللعبة، واذا كنت بتخاف من الظلام ما تلعب اللعبة يا حبيبي. والله التحذير رعبني. كليك تو كونتينيو. والله نكبس. يلا بنوصل بيتزا بسرعة وبنروح. طلع مسكرين الباب عشان ما نطلع. دراجتي طافة، فتحوا الباب بعدين سكروا. هاي البيتزا شو هذا؟ من اي محل؟ محل غريب. طب دراجتي بدي اخذها، ما بدي اوصل هالبيتزا. خليهم يعاقبوني، عم كويت خلص، بدي استقيل من العمل. لا يلا بنوصلها بسرعه بعدين نروح. طياره ولا بنسوي اشي. اشوف الشباك وايش بركين في شبح اشي. يلا نرن. يلا افتح الكلاب. يلا بوصل بيتزا. هو از ات بيتزا دليفري. هو ام ابستيرز بليز كم اون مان اي ويل بي ذير ان ا مينيت. طيب نفوت. لازم استعد باي لحظه عشان واحد يطلع لي. اي ما في حد طلع. بسم الله. شو هالصور هيك عادي يعني؟ صور البيت اللعب. ايش هذا البيت اللي مفوتين عليه؟ صور اشباح وشو بعرفني؟ عاد ايش طبيعي، ما في اشي بخوف، صور اشباح. اي البيتزا حطيناها على الطاولة. طيب نستنى شو هون بهدوء قبل ما تنزل لنا. مو عارف مرة الزلمة ونضل قاعدين قبل ما تعطيني مصاري عشان بدي اطلع بسرعة. اوه شيت، مين حكى بده مصاري اصلا؟ مام كان يو سي اب ذير؟ اه اذا بتقدر تشوف. اي هاف ايش؟ اي هاف فون اشي. ما بدي اوكي، بدي اسكر خلص، ما بدي مصاري. خذيها هاي مجانيه، هديه مجانيه من مطعم وبدي اطلع. كراب اي شود تيل هير ذات ايم. بتوقع معنى الكلمه انه بخاف من الظلام. مين ما بخاف من الظلام؟ شيت از ستارتنج. اصلا يدوخ عشان ما في الواو. ماما نيد تو جو. الباب افتحوا لي الباب. فتح الباب ليش سكر؟ ايش بظن هيك بيسكروا بالكلام يعني. مام يلا اعطيني مصاري. كمون اي ونت ماي ماني. اي ويل بي باك وين ذا باور كامز باك. طيب اي دونت بليف لايك ناو. طب يلا الباب لوك مغلق. واو 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 لسه ما بلشنا. وات ذا هيل واز ذات؟ لسه ما بلشنا. اه نسيت قلت صوت. وات ذا هيل واز ذات؟ صوت الدليفري طبعا. ايه نسوي؟ انا ما في الا ناكل بيتزا. هاي في ايش؟ في حد وراه؟ هولي شيت مام وير ار يو؟ كم اون جيف مي ماي ماني. Thank you.
بنت. المفروض يتعيط ولا انا عيط؟ احكوا لي بس شو المفروض يعني؟ شو هاي لايك بليز اوف بيتزا؟ بسم الله. ايش هاد؟ ايش هاد؟ مين بيحكي؟ شو صار بالبيتزا بعدين؟ اسمع ما بدي مصاري، شو كم حاي ما بدي اياها مشان الله. Mom, finally find you, please give me my money, I need to get out of here. ايش؟ ايش؟ شو صار؟ ايش هاد؟ ايش؟ ايش هاد؟ My heart can't take this up. I need to stop moving my heart. Nothing really, it's all my disease. طيب don't walk or will die, wait till you're climb down. طيب اتوقع ما لازم نمشي هلا. طيب انه بس توقف، انه ترجع الكاميرا. بسم الله. ايش هاد؟ المرة طلعت مجنونة هاي. يلا يلا روحي. ايش؟ لا خسرت، لا نرجع نعيدها مرة ثانية. شمع مرة ثانية. ايش هذا يا حبيبي؟ ايش؟ ففكرة في اكتشفت هلا في واحد بلحقنا، ما شفته كثير اول مرة لما لعبت. لا 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 اسمع اسمع، مشان الله ما تطلع لي مرة ثانية. It's all my disease. طيب لازم نوقف. Don't walk or you will die, wait till your heartbeat. يعني دقات القلب لازم تخف قبل تحركت. بس شكلهم راح ينزلون هلا، يجي لنا واحد مجنون. يا رب ما يصير اشي، يا رب ما يصير اشي، يا رب ما يصير اشي، يا رب. يلا اذا مصحصح صح صح. You can do it. والليلت. ايش هذا؟ لا 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 ما تقول بيطلع لنا هلا واحد يجي يصرخ. What the hell is going on here? Is it over? ايش كان بحلم؟ كنت حلم؟ هلا بصحى من النوم. Was that all a nightmare? Am I still in my house sleeping in my bed? اي حكيت لكم بيكون هلا بالتخت. لا 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 لا. ايش هاد؟ locked. why is that happened to me? لا لا خلاص يا توزوت شوي. I need to find a key to main door. قاعد ندور على 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 ال ايش المفتاح للباب الرئيسي. I need to watch for the door. في حد وراي، في حد وراي. لا في ذاك الزلم جنني. بحكي ندور على اشي قبل بس اذا صار ناخذ المصاري خلينا نروح. get money for the pizza. هاي اخذتهم. طيب ايش في اشياء مرعبة كمان؟ ايش هذا؟ will set you free, follow me. شكله تحررني. اكيد نصاب هلا بتصير تصرخ زي المجانين مبينة. نلحقها يلا. تخيل على المفتاح، تخيل على المفتاح. شو بتصرخ فيه؟ بدك تصرخي؟ انت رايبني. ايه والله تدي مفتاح. اطلع برا البيت، اطلع برا البيت. ايش هذا؟
لا لا ناخذ المفتاح مره ثانيه وهذاك رجع يطلع لي ما عارف شو بدي اسوي فيه. طيب مش كثير سريع اسوي بالايفون يما راح يطلع لي يما استنى شوي تعال ايوه ايوه فول وقت حمار حمار طلعت يا طلعت طلعت وين دراج شيء غريب صح لا ما في شيء غريب يلا طلعت خلاص دراجتي ايه لا لسه مفتوح لسه بيطلع صور افتحوا الباب ايش ايش في نسيت اشي تسكر الباب يمكن واو 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 ليش برجع بفتح الباب لا مو عارف صراحة طلعت من البيت بس شكلها هيك النهاية يعني بس اطلع من البيت مو عارف بس صراحة لعبة خرافية عن يعني جد انها بتخوف طبعا اللي بده رأي يجرب اللعبة رابط بالدسكريبشن وما تحرمونا من لايك وسبسكرايب كان معكم زيد او سوبر بي اس بي سي انتظرونا فيديو جديد مع السلامة.